ازاي يتكلم على جوزي. ست بمية راجل وزوجة مثالية استحملت مرض جوزها ووقفت جنبه لما الكل تخلى عنه. رحلت عن عالمنا مرات المطرب الكبير أحمد عدوية وأم المطرب محمد عدوية واسمها ونيسة أحمد عاطف، واللي دايما كانوا بيوصفوها إنها ست بمية راجل لأنها قدرت تقف جنب جوزها وأولادها وعاشت معاه على الحلوة والمرة وتحملت ظروف مرضه واللي خلته يقعد في البيت مريض لحد ما عافيته رجعت له تاني. اتجوز أحمد عدوية مراته وهي صغيرة في السن جدا، وقعت في حب عدوية وقررت إنها تستحمله وتبقى معاه لحد ما تموت، ووقفت جنبه وقت مرضه ورفضت تتطلق منه. وفي وقت من الأوقات حصلت أزمة كبيرة بين أحمد عدوية والموسيقار حلمي بكر، وده بسبب تصريحات متبادلة بينهم في وسائل الإعلام. الحكاية بدأت لما حلمي بكر طلع في برنامج تلفزيوني وعلق على أغاني أحمد عدوية وقال إنها مش بتعجب ناس كتير وإنه مش بيشوف فيها فن حقيقي. الكلام ده زعل عدوية جدا واعتبره إساءة ليه ولفنه. عدوية ما ردش على طول، لكن لما جات له الفرصة في برنامج تاني رد على حلمي بكر وقال إن هو مش من حقه يتكلم بالشكل ده عن فنه وإنه عمل نجاحات كبيرة على مدار سنين طويلة والجمهور هو اللي بيحكم في الآخر. كمان قال إن حلمي بكر عنده مشكلة مع كل حد بينجح وبيحب دايما يكون دور الناقد السلبي. الخلاف ده خلى ناس كتير تتكلم على السوشيال ميديا، شوية كانوا مع أحمد عدوية وشايفين إنه قدم فن محترم وليه جمهوره، وشوية تانيين كانوا مع حلمي بكر وشايفين إن عنده حق في رأيه. وطبعا أي حاجة تمس عدوية بتمس مراته المخلصة اللي بتحبه ودايما تدافع عنه. فوقت الخلاف ده رفضت الصلح مع الموسيقار حلمي بكر، خاصة بعد كلامه عن أحمد عدوية وقالت إزاي يتكلم على جوزي، وكمان يحكم إنه يبطل غنى ويعلن اعتزاله، وقالت كمان عدوية يستحق لقب الجندي المجاهد وده من صعوبة اللي مر بيه، وقالت حتى بعد الحادثة هو اللي فتح بيتنا وبيأكلنا وبيشربنا وخرج ولادنا من الكليات، وحكت كلام كتير صعب وخلاها تعيط وهي بتحكي، زي إن محدش من الوسط الفني بيسأل عنه، ولامت على الوسط الفني وقت أزمة كورونا إنهم ما رفعوش عليه سماعة التليفون، وكشفت ان والد الفنان تامر حسني هو بس اللي بيسأل ويطمن على صحة احمد عدوية، وانحنت زوجة احمد عدوية احتراما للفنانة فيفي عبده بسبب وقفتها معاهم وقالت مهما هعمل مش هقدر اوفي مدام فيفي عبده حقها، ست بمية راجل ام الكرم والرجولة. وقالت نصيحة مهمة في لقائها مع الاعلامي عمرو الليسي، قالت انا بنصح المصريين بارضاء الوالدين لاخر يوم في عمرهم، ربنا يرحم زوجة الفنان احمد عدوية ويصبر اهلها واولادها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعونا على نجوم الفن علشان تعرفوا آخر أخبار النجوم.